لبيك اللهم لبيك. في كل عام يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى عرفة لأداء ركن الحج الأكبر. دعونا نتعرف على أهم المعلومات عن هذا المشعر. مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجها إلى عرفة للوقوف به، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة. يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفرون إلى مزدلفة. عرفة هو المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، ومشعر عرفة سهل منبسط، به جبل عرفات المسمى جبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر، وفي وسطه شاخص طوله 7 أمتار. يقع على الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتراً، وعلى بعد 10 كيلومترات من منى و6 كيلومترات من مزدلفة. وفي هذه المساحة يقف الحجاج كل عام في زمن واحد وبلباس الإحرام الموحد، ولا يقبل الحج إلا بالوقوف في مشعر عرفة. وغرب جبل عرفة يقع مسجد نمرة، حيث يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه لرمي الجمرات.